I'm very happy we have been able to host the Mother Teresa Awards in Abu Dhabi on the theme of environment sustainability, especially because UAE's government's plan for environment is one of the best in the world, especially the 2050 commitment. And we wanted to appreciate the people in this region who are really helping to save the environment. I'm thankful and grateful to Her Highness Sheikha Fatima Al Katbi for being the patron. And I thank for all the Highnesses, Sheikh Nayan, Sheikh Tiyab, all those who came today. I'm so thankful and grateful to them. والآن اسمحوا لي أن أدعو معالي الشيخ نيان بن مبارك آل نيان وزير التسامح والتعايش إلى المنصة لتكريم الفائزين بالجائزة. جائزة الأم تريزا تكرم الأفراد والمؤسسات اللي لهم صلة في العدالة الاجتماعية، وفي أيضا هذه الجائزة عدة معايير وعدة مجالات منها المجال البيئي، وهذه السنة تم استضافة جائزة الأم تريزا لتكريم الأشخاص والمؤسسات اللي لهم إنجازات في مجال البيئي وخصوصا البيئة المستدامة. طبعا اليوم كلنا نحن حاضرين هنا لهذه الجائزة العالمية المرموقة، جائزة السلام، جائزة الأم تريسا للعدالة الاجتماعية، ويشرفني أني أنا أكون من ضمن الفئة الصغيرة اللي تم اختيارها لتكريمها من شخصيات على الساحة الوطنية وكذلك على الساحة العالمية. الحمد لله تم تكريمنا اليوم بهذه الجائزة من فئة الشباب، وعملنا في خلال السنوات الماضية على كيفية دمج المجال التكنولوجي بالملف البيئي كذلك، والحمد لله هذا نتائج استثمار حكومتنا وقيادتنا الرشيدة فينا وفي الشباب الإماراتي في خلال طوال هذه السنوات الماضية.